طيب ربنا يتقبل ان شاء الله. انا يعني سني كبير بتاع حوالي 50 سنة. لو عملت عمره وانا لابسه الماسك، لان لما بنزل البيخ على وشي ممكن النظر بيبقى ضعيف شويه، ممكن الماسك بس جنب وشي بيبقى يعني مكشوف. هل يجوز؟ يعني ايه الماسك يعني مش فاهم؟ الماسك اللي هي الكمامه. الكمامه وانا محرمه، هل يجوز لا بأس ان تلبس المحرمه الكمامه؟ لا انا بسأل عشان جنب وشي هيكون ممكن مكشوف شويه، ممكن يجوز؟ والله أنا مختار القول بالجواز، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي استدل به في الرجل الذي وقصته الدابة فمات في الحج، قال النبي لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاءت رواية أخرى لكنها شاذة، لا تخمروا رأسه ووجهه، فزيادة الوجه شاذة، فعليه يجوز للمحرم أن يغطي بعض وجهه. يعني يجوز ان انا البس الماسك ومش البيشه اللي تنزل على الوش تغطي الوجه كله؟ يجوز ان تلبسي الكمامه وتطوفي بها. طيب بارك الله فيك.